بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 68. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي أثناء العقيدة الواسطية تكلم الشيخ رحمه الله عن الإيمان باليوم الآخر وما يعنيه هذا الإيمان، فقال بعد الكلام على وجوب الإيمان بما يجري في القبر من فتنة ونعيم أو عذاب، فقال: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم أو عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة الكبرى التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق وتنصب الموازين، فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصات القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنواع الشفاعات التي يقوم بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة، أي يدخل الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من يستحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، يعني رحمه الله الشفاعة في عصاة الموحدين. قال: ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. ثم ختم رحمه الله الكلام على ما تضمنه الإيمان باليوم الآخر وما يجري فيه، فقال: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك
مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار الماثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. ثم ذكر رحمه الله الركن الأخير من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، فقال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. وذكر أن الإيمان بالقدر يتضمن 4 مراتب: المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهي الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون، وعلم أرزاقهم وآجالهم. والمرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. والمرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في الأرض من حركة أو سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا يكون في ملكه ما لا يريد. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، وهي الإيمان بأن الله خالق كل شيء، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، والله خالقهم وخالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم بين رحمه الله مواقف المبتدعة من هذه المرتبة، فقال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله حكمها ومصالحها. وبهذا القدر نكتفي، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.